ما اسمعك؟ شجرة الزقوم. الزقوم. شجرة الزقوم. فارس البشيري الإجابة صحيحة، برافو. تستاهل. هذه تدري ايش ذكرني فيها جدرة الزقوم؟ ايوه والله عبد الله بن دفنه قبل يومين. وش يذكرك عبد الله بن دفنه بالزقوم؟ ما له وش دخل هذا؟ سويتني نباته. ايوه واخذ عبد الرحمن طيري قال سووا لنا شجره الزقوم، سالت عبد الله قلت وش شجره الزقوم؟ قال شجره في النار. سبحان الله. طيب ان شاء الله المعلومات هذه اللي بينكم ترى جميله انها تحفز في البرايم. عبد المجيد السؤال لك وركز زين. اي والله. يقول السؤال: من النفس احملها على ما يزينها تعش سالما والقول فيك جميله. طبعا هنا مكتوب اقول هي الصح والقول فيك جميله. الامام الشافعي بشار بن برد ابن رومي. صون النفسه، صون النفسه واحملها على ما يزينها تعش سالما والقول فيك جميله. حذف اجابه رقم 1. حذف اجابه رقم 4. 1-1. يقول 1. نشوف الإجابة اللي تروح وش باقي لنا. باقي لك الإمام الشافعي بن الرومي. صون النفس واحملها على ما يزينها تعش سالما والقول فيك جميل. يا عبد المجيد باقي لك 12 ثانية. فوزان هدي. لا والله يا رب. طب اوكي. اي والله انا اسف. 5 ثواني. الإمام الشافعي. الإمام الشافعي. الإمام الشافعي إجابة صحيحة. حلو، برافو يا عبد المجيد. الحين ننتقل من عبد المجيد إلى عبد المجيد الفوزان، والسؤال لك وثلاثين ثانية وثلاث خيارات والجولة الثانية. نقول السؤال: ما الفاكهة التي تشبه حليب الأم بعناصرها؟ ثمرة جوز الهند، ثمرة الأفوكودا أفوكادو، ثمرة التين الشوكي. ما الفاكهة التي تشبه حليب الأم بعناصرها؟ ثمرة جوز الهند، ثمرة الأفوكادو. طيب حذف إجابة رقم 2. رقم 2 وحذف إجابة. باقي جوز الهند والأفوكادو. أفوكادو، أفوكادو مليان دهون. يا رب تشبه حليب الأم بعناصرها. أفوكادو. يا رب جوز الهند. جوز الهند. نعم جوز الهند. الإجابة خاطئة. عبد المجيد فوزان. يا رب. معوض خير يا عبد المجيد. ننتقل لراضي زيد. السؤال عندك وشد حيلك يا رب. إن شاء الله خلال 30 ثانية تكون الإجابة صحيحة إن شاء الله. ودي الكل يرجع. 3 خيارات بالجولة الثانية. يقول السؤال لراضي زيد: ما اسم أول سفينة ذرية تجارية غير عسكرية؟ سفينة لينين، سفينة ميسوري، سفينة سافانا. أول سفينة ذرية. ما اسم أول سفينة ذرية تجارية غير عسكرية؟ يعني كانت للتجارة أول سفينة في العالم. أول ما أقدر أضيف أي كلمة ذرية في السؤال. ما اسم أول سفينة ذرية تجارية غير عسكرية؟ سفينة لينين، سفينة ميسوري. حذف إجابة رقم 2. ما سمعك ترى. 2. رقم 2 ونحذف إجابة. باقي لك سفينة لينين وسفينة سافانا. سافانا لينين. سفينة السافانا. سافانا بإذن الله تعالى. إجابة سافانا إجابة لراضي زيطة. إجابة صحيحة ويا سلام عليك. حلو رائع يا راضي. ننتقل لمساعد. والسؤال جاوبت على السؤال الأول في الجولة الأولى. نشوف السؤال الثاني الجولة الثانية. يقول السؤال يا مساعد: أين تقع البحيرات العظمى؟ في أفريقيا، بين الولايات المتحدة وكندا. أحذف إجابة. أحذف إجابة. رقم أنا اخترت قبل شوي 1. ما أدري والله نسيت. اختار 4. رقم 4. إجابة رقم 4. نشوف الخيارات المحذوفة. في أفريقيا، بين الولايات المتحدة وكندا. أفريقيا، الولايات المتحدة وكندا.
يلا مساعد ونص دقيقة. 10 ثواني. بين الولايات المتحدة وكندا. بين الولايات المتحدة وكندا. الإجابة يا مساعد صحيحة. برافو. علاجها جزا افريقيا. انا اعرف انهم فقارة ما عندهم موية بس كذا دريت انك لا وش ذا حلو شاف نهر النيل ولا بالله مساعد لا تعقب ها خلي المعلومة اول صفقنا كانت حلوة لا تكمل. طيب يلا حبيبنا بسام استعد يلا ترى ما شاء الله لبس نظارة واضح انه مثقف وانت انسان عبقري ما يحتاج ما شاء الله. يقول السؤال من الصحابي الجليل الذي كان جبريل عليه السلام ينزل على صورته؟ عمران بن الحصين، جرير بن عبد الله، دحية الكلبي. دحية الكلبي، جرير بن عبد الله، عمران بن الحصين. حذف اجابه. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. باقي لك جرير بن عبد الله، دحية الكلبي. عشرين ثانية. عشر ثواني. جرير بن عبد الله. جرير بن عبد الله الإجابة يا بسام خاطئة.